حتى انتوما يمكن اللي كنت تبرمجوا شاده تي في على نايلسات في التلفازه عندكم، واللي ما كيعرفش ها انتوما تبعوني ورا ما يحتاج شي تجيبوا شي تكنيسيان ديال البارابول. إلا بغيتي تفرج في شادة تي في دخل المنيو من بعد انستالاسيون، تأكد باللي عندك نايل سات، دير غوشيرش اوتوماتيك، ومن بعد ما تكمل لا غوشيرش قلب على شادة تي في وتفرج في جميع برامجنا. سهلة. مرحبا بكم في نوفيل ايبيزود ديال شادا كوفر. ياسين الكبير معنا اليوم في ليبيزود ديال شادا كوفر دوجوردي. ياسين الكبير اللي صوتو تاعو كبير باسكو فريمون و جو بونس تاعو كبير تاوا طويل. ياسين لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله، كلشي مزيان. الله يكبر بك. كتب لي راسك. ياسين من الدار البيضاء. ياسين من الدار البيضاء، 21 سنه ما شاء الله. و 21 سنه كلها غنى ولا غير ديغنييرمون؟ لا غير مؤخرا يعني، ماشي بزاف، ولكن البدايات ديالي كانت في الصغر. فين في الدار البيضاء بالضبط؟ غير في سيدي مومن. انا ولد سيدي مومن. تحيه ولاد سيدي مومن. تحيه ولاد سيدي مومن. بيس بيس. كاين واحد دار شبه جوبونس في سيكتور سيدي مومن؟ لا. كيفاش تديروا باش كتلاقاو؟ كيفاش تديروا باش تتربيو؟ ما كنتش في دار شباب، انا في صغري كنت بديت بالمديح. إيه أبينا. من وراها بديت بتجويد القرآن. فوالا كاين القواعد، كاين لاباس. ولكن مؤخرا دابا انا التحقت بواحد دار شباب، لي تحيه للاستاذ رشيد من هنايا، تحيه ليه كبيره. واللي كنستافدوا معاهم بزاف ديال الحوايج. شدوا في هاد الناس فريمون، تنقول لهم شدوا فيهم سناكم باسكو عندهم بزاف ما يوصلوا. كاينين مواهب كبيره وكبيره بزاف. ايوا الا كان عندك شي موهبه مزيانه بحالك الكونتاكت مرحبا به في شادا كوفر. قدم لي لي زارتيست اللي معاك. معايا الفنان الكبير اشرف. اهلا اشرف. وشكون في الكاخون؟ معايا انس. في الكاخون انس. مرحبا بك انس. الدرب ولا الاصدقاء؟ الاصدقاء ديالك داكور. كديروا دي كوفر كتجمعوا كت انا طايح الحال داكور. دونك الا بغينا نعرفوا بيان سور لي كوفر ديالك وداكشي نقدروا نمشيو ليوتيوب، نمشيو نهضروا على هادشي من بعد ان شاء الله. غنخليك دير لي كوفر ديالك وغنرجعوا باش نعرفوا فين نقدروا نلقاو فوالا لي برودوي ديال ياسين. لي كوفر ديالو بقاو معنا ما تمشيو فين. شوني ما كرهتو ملي طالع دابي فهاد الغيبة، شوني ما كرهتو ملي طالع دابي فهاد الغيبة. وسط موضع قلت أسمع
يمكن أحن تاني ويمكن أرجع والكلام جف بعض فجأة بدأت أركز قالوا عايش عادي قالوا كلامي نرفز سمعت عنه حاجات ياريت مش عايز اسمع حاجة عنه وعنها كان نفسي اهرب من كلامه خفت امشي لا ياخدوا بالهم ولو مشيت حيبان عليا وخف لضعفي بان في عيني يا ارض شقي وبلا عيني قبل ما يمكن أحن تاني ويمكن أرجع والكلام جف بعض فجأة بدأت أركز قالوا عايش عادي قالوا كلامي نرفز وسمعت عنه حاجات ياريت ما سمعتها نتفارقوا من بعد عشرتنا يا اختي والفتاك وانتي والفتني عبيت معاك دراري صغار اللي نسيتينا يومك ذكريات ما ننساك ما تنسيني ما ضنيتش نتفارقوا من بعد عشرتنا يا اختي والفتاك وانتي والفتيني عبيت معاك دراري صغار يلي نسيتينا يوم معاك ذكريات ما ننساك ما تنسيني غرامها محني زادوني والديا ترقد مجاني يا بسحورة هي ما خليت طبا ما خليت وليا الريمة بغيب را يا بسحورة هي قلبي ما يساعدنيش يا وتكون عدويا يا نعيا من وصي عمرو ما اسمع ليا يا ليكم نحكي قصي ومعاها هي عرضها تبعيني جامي بين الديا رامها محني زادوني والديا
بغيت نتفارقو من بعد عشرتنا يا اختي والفتي وانتي والفتيني عبيت معاك دراري صغار يلي نسيتينا يوم معاك ذكريات ما نساك ما تنسيني ما ظنيش نتفارقو من بعد عشرتنا يا اختي والفتك وانتي والفتيني عبيت معاك دراري صغار يلي نسيتينا يوم معاك ذكريات ما نساك ما تنسيني راه ما حني زادوني والديا ترقد مجاني يمسحوا راهيا ما خليت طبا ما خليت وليا شعورها ما بغى يبرا يمسحوا راهيا ربي ما يسعفنيش يو تكون حلويا كان عيا من وصي عمره ما اسمع ليا في وقت المغيب انطفيت ورا في وقت المغيب ما تدلهاش قاري ما تحكولهاش في شرح صاري ما تدلهاش اخباري ما تحكولهاش في شرح صاري باللي راني سوفري غيضتني عمري ونبكي على ليام باللي ديالك خاطري طال صبري شفتها في المنام باللي الصحة طاح والضحكة راحت اخبرها ما بان الخير والحنان كل شعلي يهان خير ولو مكان سات الخير والحنان كل شعلي يهان خير ولو مكان ويلي ويل ويلي ويل ما نشرك الدليل ويلي ويل ويلي ويلي في عشقك شفت ما تدلهاش خباري ما تحكولهاش في شرح صاري ما تدلهاش خباري ما تحكولهاش في شرح صاري باللي راني سوفري غيضتني عمري ونبكي على ليام باللي ديال خاطري طال صبري شفتها في المنام طاحت والضحكة راحت اخبرها ما بان سات الخير والحنان مش عليها الخير ولو ما كان ويلي ويل ويلي ويل ما نشرق الليل ويلي ويل ويلي ويلي في عشق شفت الويل
تبسمت غازلتها فتبسمت فرم الفؤاد فرم الفؤاد بحبها يبغي يبغي وصالا لا يريد سواها هلا عرفتم هلا عرفتم هلا عرفتم من تكون حبيبتي هلا عرفتم من تكون حبيبتي ليلي علاش عاديني تهجرني وتخلي لي رصامي خليا صامي خليا وهديك رصامي خليلي لاش عاديني تهجرني وتخلي لي رصامي خاليا صامي خاليا وهديك رصامي غابة وقدر وشبا وحي وطباقة في الخربة غابة وقدر وشبا وهديك رصامي 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 خليا وهديك رصامي ليلي لاش عاديني تنهجرني وتخلي لي رصامي خليا l'épisode عجبتكم en tout cas un an oui et Yassir Kbir معايا غادي يهضر ليا بلوس فين فين نقدروا نمشيو نتكونيكطاو باش نلقاو الكوفر ديالك لي كوفر ديالك ولا لي فيديو ديالك ولا لي زوديو ديالك انستغرام فيسبوك وعطينا عطينا ديليا شوف هاد الكاميرا ها هي ندريس قول غير في الانستغرام وفيسبوك حاليا حيت انا ما داكور مزيانه مزيانه توب ما تكثرش عليك شنو نكتبوا كتبوا ياسين الكبير فوالا تاهي اصلا راه غتافيشا في ليكرون ياسين شي كلمه للشادا كوفر اليوم الشكر الاول كيتوجه لك اختي ساره ميرسي ياسين مرحبا وكيتوجه للطاقم كامل تبارك الله عليهم والشادا بصفه عامه وشكرا بزاف على ليميسيون وما والجيتاريست زوين عندك خطير الجيتار تبيع ما فيكش يلا ما انا غنقول لكم ان شاء الله نتلاقاو في الحلقه الجايه ميرسي بوكو شكرا لكم الدراري تشاو تشاو
إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك بقناة شادة تي في مع تفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد. مع شادة تحلى المشاهدة. شادة أول قناة فنية بالمغرب.